عرفتك عرفتك من زمان وعرفتك البرنامج وذا الحين وبعدين ان شاء الله وتعرفها قبل البرنامج وقبل اي والله والله اللي 27 يعرف اصلا تقول يا رجل تعرف خلق الله كلهم ما شاء الله عليك اقسم بالله اللهم لك الحمد يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن جزاك خير يعرف كلن وكلن يعرفك هو اللهم لك الحمد اقول لك شيء قول ما شاء الله اللي يقدم على البرنامج اللي بيجي في ناس يقول احنا قدمنا اعرفهم ايه يعني اي والله يعني انا اللي اسمع القناه اي والله يعود انت تسوق لهم انا لك نسبه اجي محفزهم البرنامج جاي طعامك ووريهم هاي تبون الصدق هالرجال اول ما قابلته في الاستراحه هنا عد الحق تكفى تكذب والله اني ما اكذب والله بقول له الصدق رجال يوم قابلته في الاستراحه انا رجال يوم قابلته في الاستراحه قال لا والله اكذب وروح شفت وبشو الله بيسعدك وين يوم سجلت الاولى ولا الثانيه؟ لا في الثانيه في الثانيه اي الله يجي لا لا في الاولى على ما قال حلوة على ما قال اي انا ما ابغى اجيب اسلم 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 سالم يوم قابلته في الاستراحه رجعنا فاتح بابه بيض الله وجهك وجمع الله حالك اتمرى يا جيل محسوبين عليه الله يرفع قدرك وقدرك الله ابشر والله ما اكتب لنا شيء احنا نسببه ابشر تم 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 الله اداك والله هلا يا سبحان الله يا رجل كذا ورده تمشي في الارض انت ما تشوف انت كم كريم على ابو عابد قسم بالله والله ورده يا ولد كل ما اوقف الحديث التفت الثاني احب ذا رادق الله يرفع قدرك طول عمرك ورده يا اخي تعلم تعلم يا عون ورده ما دخل بالاسم الورده الورده يقول عبد الله الحربي ورده ابو مطرق ابو كاسبي وش اخ كاسبي لا عادي هذا لا 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 مو بعيد لا تقول لا والله لا والله ابو بعاد اتعد عندك والله اللي تشوفه الورده ولد خلاص اوكي انت سعاده والله سعاده انت سعاده 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 عمرك مقدمه طعمك في باقه ورد كذا كذا لازم الورد هذه صدق عبد الله نعم نعم والله اسطوري يا عيال تدعوا عيال اني ما احب اشوف عبد الله على الشاشه احب اشوف اشوف ابتسامته على الطبيعه بذمتك اي والله اي والله مزعجكم كلمه انت يا اخوي انت يا اخوي انت ايه تراني تراني فتحت بث فتحت بث يا ولد فتح بث على الهواء بث في بطن ممنوع عطوا حظر يلا بثنا ذا حيله نقوم عاد في بطن بث فاتح بث جاكو سيف السالم يطلعون هنا ولا هنا؟ عكونا عكونا يا يبي حق البنزين ايه دور الدعم برجع الا يا الربع في تسمحوا لي يا الربع في نقطة مهمة ودنا بناء على طلب الجمهور والله ايه اسلم بعد اذنك يا عون بعد اذنك يا مستر تفضل مرة كلنا سوا تفضل في حدث ما ودنا نعلق عليه واجد في تفاصيله ولكن نبي ناخذ مجملة حدث يعني اكون معكم صريح اساء لمهنة المعلم والتعليم تمام والجمهور طلب منا الان احنا نتكلم في هال الموضوع لكن خلونا بادي اديب بس اتركوا الجوالات شوي اعطونا وجه تمام انا ذاك انا باخذ نبي قبل نبدا ونتكلم بمر بدايه من عند عون وبمر على الشباب كلهم موقف لمعلم اثر فيك انت في حياتك تاثير ايجابي ولا مانع من ذكر اسمه نبدا عندك عون المعلم معلمي والأب والأخ وكلها جامعها كلها اللي هو رده من نوارة الصندري السبيعي نعم ما عليكم زي يستاهل هذا مو بمثابة بس المعلم لا والله الأب والأخ وكل شيء في الدنيا كان لي عطنا موقف واحد عشان نمشي على الشباب والله موقف واحد موقف بينك وبينه أثر في 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 فيك إيجابية هو سبب طبعا انا كنت ما احب الماده ماده الرياضيات هذه ومن بعد ما علمني ودرسني المعلم هذا طبعا هو تخصص رياضيات والله العظيم بعد الله له فضل علي في حفظ جدول الضرب والحسابات هذه الحين تقول لي اي حساب اجيبه لك على طول بسبب هذا المعلم ولا الماده من يوم درست اول ابتدائي لين جيت عنده في سادس والله العظيم انه ما فقه شيء في الحسابات ولا في وبعد الله والله انه هو اللي سبب نجاحي في ماده الرياضيات هذا وحبي له انت رده بالنور السبيعي اي والله يستاهل ونعم طيب بنجي عند فيصل معلم اثر في حياتك اثر ايجابي بموقف اذكر الموقف واذكر اسم المعلم اذا بغيت الله اني بعود عليك ما في شيء من نسيت كم التعليم كله 6-3-3 كم كلها انا درست شرقيه يعني 12 سنه
ما في موقف مر عليك ما تذكره اثر فيك اثر ايجابي؟ والله ناس صدق برجع لك. طيب فكر وبرجع لك. فيصل جهز الربع قبل نجيكم. والله يا ابو محسن مواقف والله واجد. بسم الله ما يحضرني الان شيء الا موقف يعني في كان مدرسة في مرحلة المتوسط. هم موقف يعني ذكاء من المدرس اللي هو الأستاذ الغالي اللي نحبه وقدره عبد العزيز بن هلال الحارثي. نعم نعم استاهل. كان مرحلة المتوسط وكان أنا ما مدرسة كان ماني بيني وياه أصحاب. صار المدرسة قريبة من بيتنا وهو من سكان الطائف مستاجر في الخارج. وكان أنا أول في المرحلة المتوسط كان أنا اثنين من إخواني أنا في ثالث وثاني يعني. صار لجا بعد المغرب بعد العشاء قلط علينا في إحنا لنا استراحة هو نفس الحارة مزرعة كبيرة استراحة وجلسة. كان يجي يقلط معنا ويسولف. جاء اليوم الثاني اللي عقبه يجي صار بيننا أخذ عطاء. يا سلام. صار كأنه يحببني في حبيت المدرسة من الشخص من المدرس هذا. صار يوم من الأيام كان يضايق قال أطلع البيت نقص الثالث الرابع طلعني عكس 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 البيت عو نقص. صارت في الأسبوع مرة مرتين يقلط علينا نسولف لين حببني الشخص هذا في المدرسة في نفسه. شوف كيف آلية يعني شو كيف يعني خذاها يا سلام بنظرة بعيدة بنظرة بعيدة بعيدة المدى. وهو بعد المدرسة تخرج رحت من المتوسط الثانوي تخرجت من الجامعة دخلت خلص من الإعلام وباقي متواصلي وما زال بالذاكرة وما زال بالذاكرة. نقل قبل السنة السنة اللي فاتت أو اللي عقبها اللي قبلها راح للطائف وكان عنده هنا حول 12 13 سنة في نفس المدرسة. درسني درس اخواني عيال عمي جماعتنا ربعنا. لكن مواقفه ما مواقفه هو هذا والله هذا اثر ايجابي بالثوب رجال ورجال هذا الاثر يعني. هذا شوف كيف الذكاء من المعلم كيف يعني حببك في المدرسه وانت اصلا كنت صاد منها كنت بزوط تدرس ما في مدرسه تسبب مشكله تطلع تهرب. شاف هو يعرف معدن ويعرف ابي ويعرف كيف جذبني المدرسه بطريقه بعيده وحببك لها. بيض الله وجهك وجه مسفر والله. شوف كيف تتذكر قبل 40 سنه متخرج هذا والله 40 سنه متخرج وين اذكر وين فعلا. اسمع فيصل جهز زهايمر ما يقول والله ما عرفت كنا فيصل والله ما عرفت كنا فيصل والله لكم منه لكم منه. هو شايف ميلادي يدري كم ميلادي. خذ راحتك 400 وحطبه خذ راحتك يا سعيدان. المهم كل المعلمين لهم فضل علينا صراحه. يا سلام نعم هذا كلام. طعامك يقول الواحد ما يعرف خناقه. انا مطعمك ما اعرف طعامك الا استاذ جابر خنقني ولده. خنق ايش؟ خنقني ولده ولد جابر استاذ جابر ولد المدرس. جيت ابغى خنقه ورا العقم طعمك وخنقني عقبها ما عاد نسيت فضله ذا علي صراحه مع صوت ملقوف. هذا والله احد ال لا هذه احد الاثار الايجابيه. عقبه حبيت الشايب وحبيت الولد خلاص والله العظيم. خنقك ما تحبه؟ خنقت ما بسهله بعد فيها يا نملة يا سوسة طخ 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 ورا العقل. إيه طيب أنا كل معلمين لهم بالعيال. كمل ثانوي يا سلام. كمل ثانوي. أنا مع داهس جامعة. إيش فيك أنت؟ ما شاء الله. إي والله إي والله. إيش تخصصك الجامعة؟ اجتماعيات. والله. إيه حق تاريخ وجغرافيا. إيه كفو. إيش خلاني خلاني طعمك؟ ما أدري وين تدر. والله العظيم صادق. إي والله. يا عوني يا والله تعبان. والله ما أدري ما أدري. طالمينك والله. مالك منو أنا ما لي علاقة. رحنا الرمي هنا. رجال جامعة. انا درست جامعة لو وصلت المستوى الرابع صراحة. ما شاء الله عليك. صح. اي المستوى الرابع. احسن من اللي ما درس يا رجال. الحمد لله. وش جامعتك؟ لقيت دكتور اسمه عبد المنعم. قلت احنا المستوى الرابع يا دكتور. ودراساتنا كلها فوق. انا احسب جغرافيا مغرب جبل ولا وادي ولا سيل ولا وديان وسهول وهضاب. تخبرها الجغرافيا من اول صراحة. يا سلام. طعمك احنا درسنا طعمك وصلنا المستوى الرابع. وعاد احنا فوق في الجوي. احنا عايشين في الارض. انا ابي ادرس في الارض. والله انا صدق والله انا ما جاكم الصدق. فجاه قلت الدكتور عبد المنعم قال هلا وكب نظارته شوفني من فوق النظاره فهمت والله ما انساه. قال ايش فيك ايش شدك مسفر؟ قلت دكتور احنا متى بننزل في الارض؟
اي والله العظيم. قال ليش فيه ولدي؟ قلت له المستوى الرابع عاد احنا فوق الغلاف الجوي، حتى غلاف الجوي موسم يجيك العازل بالغلاف الجوي بين هذه، فهمت الطبقه اللي وصلناها. قال المستوى السابع، قلت هي لانه طويل هناك المستوى السابع، اخذ ملف طعمك واروح اخليهم. ما كملت ولا كملت، خليت الله يعوض، الله يعوض. هو يبي الارض، هو يبي تخصص علم ارض ولا شيء، والله طيبله. ابي طبقه بدور الطعوس وذي، فهمت؟ رجعها فوق. ها اسلم تفضل. خليني بروح عند سيف. موقف لمعلم اثر عليك في حياتك تاثير ايجابي والله، مع ذكر اسمه اذا رغبت. والله شوف انا اللهم لك الحمد الصدق والله، المرحله الابتدائيه والمتوسط والثانوي في كل مرحله اجيها يصير لي شيء طيب مع معلم المعلمين اللي امامي او اللي درسوني. ابدا في الابتدائيه، انا انسان كانت فيه في رجلي، الله يعزكم عز من يسمع عز المجلس، كانت فيه إصابة، كانت فيه رجلي إصابة. إصابة كيف يعني؟ من سيكل، كنت ألعب في السيكل في الشارع فتخل رجلي في الجنزير. بس كنت كلام هذا يوم أني في خامس ابتدائي. طيب وخذيت فترة ما أقدر أداوم في المدرسة. بعض الأحيان يا والدي يكون مشغول يروح دوامه، أخواني ما هم بحولي، والله العظيم اللي كان يرجعني من المدرسة للبيت انه مدير المدرسه، اقسم بايات الله من طيبك بيض الله وجهه وجمل الله حاله. فبعض الاحيان حتى في الفسحه ما اقدر امشي على رجلي ولا احد معي الا والله كان معي ولد عمي حسين، الله يجعله من اهل الجنه. الله يغفر له، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه. هو اللي كان يعاونني والله العظيم اني ما انسى فضله. عون لا 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 اقول عمي، ولد عمي حسين الله يرحمه، كان يداوم معي في المدرسة، والله إنه إني أنا على ما قال إني أستند عليه هو معكازي، الله يرحمه ويجعله من الجنة. اللي كان بعض الأحيان حتى لغاب، والله العظيم إني أروح يا الله إني أوصل يرجعني من المدرسة للبيت إنه المدير. أقول بيض الله وجهه وجمر الله حاله. ويعني حتى في المتوسط كملت المتوسط وكملت الثانوية الحمد لله، المعلمين كل اللي بيهم يمكن بعد نص المعلمين يشاهدوني موجودين عندي في السناب، اوجه لهم رساله شكر وعرفان اذا اني ضايقتكم ولا اني ما فهمت على شرحكم ولا قلت يا استاذ ترك ما اعطيتنا واجب وزعلوا العيال في الفصل. فانا اقول انت من النوع هذا بس انت من النوع اللي يقول استاذ في واجب، ايه قول لي عشان يطلعني بدري فسحه. اها ما ما ما, ما تهرب العبث لازم، ما تهرب العبث لازم لازم. نفس الله. في البرنامج كنا، في البرنامج كنا نشارك واجد علشان النقاط، كانوا في شباب من ايوه. يلا سولف قول. عند عبد الله تفضل. لا لا عند عبد الله الحين، لا انت تجاوز عبد الله. موقف اثر عبد الله، هذا معلم الحاله. الله يعطيك العافيه. مهندس يا اخي، مو معلم وش مهندس. الموقف يا عبد الله اثر عليك في حياتك اثر ايجابي من معلم ما، والرغب ذكر اسمه ذكر. شوف هو موقفين اللي ما انساهم طول عمري. الموقف الاول يا طول عمر السلام، عندنا معلم اسمه محمد البدر، يا سلام، من اهل الزلفي. هذا درسني انا ودرس اخواني ودرس عماني، درس نص اهل الديره كلهم، ديرتنا الارطويه هو يعرفها ويعرفونها الارطويه. كان يا طول عمر السلام ديرته عنا تقريبا 90 كيلو الى 80 كيلو اللي من الارطويه للزلفي، فما يطلع من دوامه يتكي في المدرسة، يقعد لين يأذن المغرب. بعد العصر يجتمعون الطلاب عنده مثل ما تقول جمع الطلاب وفعاليات ويستانس معهم، هذه بعد المدرسة. فالطلاب اللي أبوه ما جاء يروح يوصلهم، إذا كانت السيارة زحمة يخلي ناس من المدرسة يروح يوصلهم ويرجع يوصلهم ويرجع يوصلهم ويرجع. مثلا أنا درست مدرسة تحفيظ القرآن، أنت حفظت الجزء الفلاني، عندك جزء ما قدرت تحفظه، هو يحفزك يقول احفظ الجزء اللي انت ما تقدر احفظه ولك هديه، اطلب اللي تبي. حلو. فكنا نطلب اشياء صعبه فكان يوفرها لنا. فهذا الموقف اللي ما انساه، عسى الله يطول بعمره ان كان حي، وعسى الله يرحمه ويغفر له كان متوفي، لان انقطع التواصل بيننا وبينه ما ندري عنه اي شيء. نقل ولا ندري وش صار عليه. كل ما سالنا احد تعرف الاستاذ محمد البدر يقول لا والله ما اعرفه ولا ندري عنه شيء، لكن بقى ذكرها الطيب. بقى ذكرها الطيب، نص اهل الديره يذكرونه بالخير. الله عز وجل يقول واجعل لي لسان صدق عليا. اسلم. والموقف الثاني طول عمره سلامه، يوم كنت بثاني ابتدائي او ثالث ابتدائي،
نقلت بمستشفى عندنا وحطوني بعزل صحي. حلو. فأول ما طلعت من المستشفى جتني الأستاذة، عندنا أستاذة مديرة مدرسة غالية الدويش أم سلطان صديقة الوالدة، نعم، أهدتني شيء كان حلم بالنسبة لي. كنت طفل وقتها ولا تعرف الأطفال، سيارة تحكم ريموت وأشياء عادية. فأهدتني سيارة من فرحتي. الموقف هذا له 14 سنة اليوم أكون أتذكر. الله أتذكر التفاصيل جدا اليوم كذا، كل ما أتذكر موقف إني أدعي لها بالخير، عسى الله يحفظها ويطول بعمرها ويوفقها وين ما كان. اللهم امين اللهم امين. باقي استاذ رائد في موضوع عنده. انا شوف انا عندي موقف للاستاذ الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته اسمه غالب الحربي. نعم. من اجمل المعلمين اللي مروا علي في حياتي. الرجال ملتحي. احنا تخبروا ايام الثانوي نحب طيب نحب الاسياب، ما ندخل في الفصل واجد، تخبروا فينا فينا حركه وفينا، لكن اذا رنت الحصه والرجال ذا علينا نتراكض عشان نلحق على الحصه. الله نتراكض ترى زي فقرتك نلحق على الحصه. ها نفس القناه زي فقرتك. الله يبيض وجهك يجمع حالك يا حبيبي. فنتراكض على ايش؟ على الحضور عنده الحصه، حضور عنده. شباب ما يبتسم، والله ما يبتسم، بس يشرح ثم يجيب لك قصة، القصة دي مؤثرة وشادة فينا، ثم يحولها كذا بأسلوب غير مباشر على الدرس. يعني ما يجي يقول افتحوا كتاب يلا شرح، لا، يجيب قصة، القصة هذه واقع على أرض الواقع تناسب تفكيرنا وعقليتنا، ثم يحولها على الدرس اللي أنت بيه، ثم يزرع فينا قيم ومبادئ وقناعات إلى يومك أنا ما نسيتها. أنا ترى شخصيتي الآن 80% من شخصيتي هنا أو حتى في المدرسة اللي أنا أشرح لها الطلاب، ترى 80% من شخصيتهم. صلى الله يرحمه ويغفر له ويسكن في الجنة. أثر فيني تأثير إيجابي. توفى هو ذا؟ راحت الأيام، تخرجت وتوظفت وجاء عندي ولد ورحنا السوق. قابلت. أنت قضى. وألقاه مع أهله ولدي جنبي صغير. وأرفع ولدي وأخليه يحب خشمه ويحب راسه. الله. قلت ترى هذه بركاتك. وبركات نصائحك اللي كانت جوا الفصل ترى ماشي عليها بحذافيرها بعد الله عز وجل. دمعت عينه يوم جيت هنا انصدم اصلا، انصدم وين طلعت معه انت رعد؟ انصدم. عرضك؟ اي اكيد، بيني وبينه مواقف ما ننساها في حياتنا. طاحت الايام، ارسل لي واحد من الشباب قال ترى الرجال اظنه اصيب في يا سرطان او فيروس الكبد. خذ له فتره توفي ايام كورونا. الله يرحمه. أيام كورونا بالقريب. إيه. والله يوم جاني الخبر كالصاعقة جاني، طبعًا مو بذاك الكبير يعني، بس جاء الخبر كالصاعقة رحنا وعزينا فيه، وهذه من الأشياء اللي أثرت علي في حياتي. ونختم هالفقرة. في مقولة تذكرت على كلام يقول الشوق للميت يميت. يوه. تدري والله إني مشتاق له. والله. هذه. والله إني مشتاق له. الله يرحمه ويغفرنا. تدري يا رعد؟ فيه سالفة عند عبد الله سمعتها، ما أدري هو قالها في البث أول ولا لا. وش اللي حفزك إنك تكمل الجامعة؟ ترى جاه شخص وقال أنت ما تواصل المواصيل هذه. رجال ذا؟ أي رجال ذا. نعم. عطنا يا عطنا. ترى يمكن تخرج وقت ما من الجامعة عناد للشخص هذاك. وهذا التحدي. تحدى نفسه ومشي وفاز. هذا طول عمره وسلامة. أنا لا أخفيك يا عبد الله وليهم فيصل، لا أخفيك استمراري الآن في الإعلام. والله ما كان رغبة، لكنه تحدي لشخص. قال ما تروح بعيد. هذا أنت ما شاء الله عليك. ما تروح بعيد في إعلام كان محفوف إعلام بسيط جدا يعني على مستوى مجتمعك قبيلتك كذا. ما تروح بعيد. ترى فيصل قد مرة سألني في كرسي الاعتراف. قال أنت قد صابك كذا كذا، لأن فيصل يعرف تفاصيلها تماما. ومع ذلك اشتر الرجال ذاك. أنا أقول بيض الله وجهه، اللي أشعل فيني روح التحدي. أسلم عبد الله. هذا يا طول عمره السلامة، جيت بنقل من مدرسة إلى مدرسة، وكان مدير المدرسة هذا يا طول عمر خوي أبوي، يعني بيني وبين أبوي معرفة. جاء أبوي قال أنا بنقل ولدي عندك. قال لا سم عبد الله يقول عنده موقف، قاله سيف يقول الرجال ذا عنده موقف خلص. ما كان بيكمل الجامعة وما كان بيدرس الجامعة، لكن بسبب كلمة رجال تحدي. صابه تحدي، والآن بيقول القصة. اسلم.
ذا واحد من اخوي ابوي، ما هو من اخويا الخاصين، يعني بينه وبين ابوي معرفه سلام، بحكم انه بنفس الديره يعني. جاء ابوي بنقلني عنده في المدرسه، هو مدير مدرسه. الزبده يا طويل العمر سلام، جاء ابوي قال انا ولدي ابنقل عندك، قال لا ما نبيه. انت المدير الثاني اللي هو اخوي ابوك، هو مدير مدرسه، هو اخوي ابوك اللي اعرفه ابوك، بينه وبين ابوي معرفه. قال انا ولدي طالع من تحفظ القران بنقله عندك، يعني اخر سنه، اخر سنه بالثانوي، اللي ثالث ثانوي بنقله في المدرسه ذي. يا سلام. قال لا، حق تحفظ القران ما بيهم. الله. قال بس ولدي يعني بينه وبينك خوه. قال ما يهمني، يعني اعطاها بالمختصر. المهم اني حقت، قال لي ابو الموقف، قال حقين تحفظ القران فاشلين، بس جايدين بحفظ القران بس، اما المواد الثانيه فاشلين. اي قال ما هو فالح، مو فالح يعني، بس انه حافظ القران خلاص، المواد الثانيه مو فالح فيها فاشلين. قال ابوي ولدي طيب يعني بيني وبينك معرفه. قال ما يهم. الكلمه دي حزت بخاطري شوي، حزت وجعته. تخرجت من الثانوي، كملت دبلوم. المهم يا طول عمرك خلصت من الدبلوم، كملت بكالوريوس تجسير، خلصنا التجسير. طبعا ولد المدير ذا قاعد تقريبا لثلاث سنوات يدرس دبلوم ويحذف مواد، وعرفت اللي ولده متغيب، يعني ما هو مهتم في الدراسه. اول ما تخرجت من الجامعه، والله اول ما استلمت الوثيقه ما ارسلت واس ولا نزلت حال اني تخرجت، لا صورت الوثيقه دخلت عليه بالواتساب، قلت انا على المدير، على المدير. شفت ثلاث ثانوي الكلمه ذي، ترى قايل ولدك فاشل، صورتها له بالواتس، قلت انا باربع سنوات جبت شهاده الهندسه، ولدك باربع سنوات ما تخرج حتى من الدبلوم. قراها ولا رد كذا. والله العظيم انت مقاله حتى بعد مماتي، والله العظيم بس ترى هذا اللي انا بيه. قال عبد الله فاشل، انا قال اول عبد الله فاشل، وعبد الله على ما قال اشكره. والى الان انا في قناه ولدك ما تخرج من الدبلوم. يلا ازعل شيل شيل ازعل. تقدر تذكر اسمه؟ لا 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 خله الله يستر عليه. ترى هذا شيء جميل، الواحد يتحدى مع نفسه ويشعل فيه فتيل الحماس، ترى حلوه ولها طعم جدا. صح ولا لا؟ جدا. رد الثار له أيوة. طعم في لبه هنا والله. لو تعطيني اصمل 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 اصمل، ماني بحافظ دقيقة. يا عون ويا فيصل جوالات خلاص، بس في حاجه تحدي بيني وبين اترق اصمل. والله العظيم انا اقول لو جوالاتنا معنا كانت في البث كان والله منشغلين. شفت ترى الجوال يشغل. شافني والله الجوال يشغل. ثم دقيت عليه. على من؟ اسمع. مداومة مداومة مين راضي؟ من هو؟ معون الله يطول عمره. نايمة. لا مداومة. لا تابع الحين. مداومة؟ جامعة. وين تداوم؟ اسمه سلمان. الله يعطيه الصحة. مريض. الله يطول عمره. أنت صادق؟ صدق مداومة. ما شاء الله. نوم. ما بطل ما. يا رجل لقيت نمار عقب ما جت الركبه. نمار ها من نمار؟ وش قال يا فيصل؟ نمار اجت الركبه. الركبه شنو؟ عشان معكازي تبين لي. يقول سلام هذا اللي على هذا نمار يقولها. بس ايش قال؟ نمار جت الركبه. يوم جت الركبه كذا قال لي علشان ميد كريستيانو. قال لي علشان معكازي تبين لي. سلام. رجلي على حالها وانا على حالي. سلام. كسر مهوب في رجلي علي كلي، وانت السبب في الغرابي الاول وتالي. وش قال؟ وين هو نيمار؟ ما شفت نيمار على كريستيانو. ها يا مسر، ما شفت نيمار يوم قصر ميسي من السلام؟ لا رد كريستيانو. لا قال في خاطري ضيقه وفي خاطري شيء، شيء يراودني اني اصبحت امسيت عشان ما الله 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 قصر من السلام. ما اقتنعت يا عون؟ الرجال اللي اخذ حقي. امسك اقصد الاولى على احد الشعار اعلام الشاعر الجزر الله يرحمه ويغفر له. الله من هو؟ ما يجي مثل قصيده ولا من هو؟ نيمار طالع على الهواء قبل كم يوم يقول على هذا مو قولته بن جدلان. قال كذا هذا على قولته بن جدلان. قالها نيمار. ايه نعم يا رجال نيمار هم اللي في ما اللي في حيل. احنا نسولف في السالفه اللي عنده ركبه. انا والله ركبتي يا منفكه قسم. اسمع لك مني ركبه كريستيانو واشتريها شد بلد. قم تعال. لا لا تعال امشي. ايش سوى ركبه حسين في كنترول؟ سوى شو؟ لا يلا بحمله يقوم. حسيت ما شرح عنده ركبه شاف ركبه عندي عرف واحد تشريح والله. خلاص اخذ شد بلد. ازهل تبيها مع الاسلاك وبدون اسلاك مع الاربطه هناك 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 هناك. ها سالم كيف ركبتك؟ ما فنانه. انا بيعونه فنانه فنانه والله بيعونه والله. وي تجي ان شاء الله. السلام عليكم يا اهل السناب، احنا موجودين في قناه الواقع انا والشباب
ارحب يا رعد يا مرحبا الله وما سهلا الله يبقيك الله يبقيك الله ينور ايامك ارحب يا فيصل يا مرحبا الله وما سهلا يا مرحبا بك هذه الضوء حقتنا وهذه الجلسه حقتنا وهذه القناه وهذا الدوار وهذه الطبخه حقتنا وهذا القدر هذا عون الله يبقيك هذا فيصل هذا انت شو اسمك انت اصور في البيت ارويهم مو ممنوع يا مسفر ارويهم احنا اوريهم يا اخي احنا نقول فرجيهم لا والله مو ابنك احنا نقولها لا والله احنا لهجتها خليك شغل احنا نقول فرجيهم يلا دقيقه خليك شغل شغلنا حقت اللعبه